مرحبا بكم متابعينا الأوفياء. حديثنا اليوم إفرازات سوداء عوض نزول الدورة الشهرية. هناك بعض من الإفرازات التي قد تنزل من المهبل، يا إما تكون على شكل خيوط أو إفرازات سوداء تصيب السيدات وحتى بعض الفتيات. فإذا حدث ورأيت هذه الإفرازات في وقت دورتك الشهرية، فالأمر يستلزم إجراء التحاليل وزيارة الطبيب الخاص، حيث يكون الأمر بالغ الخطورة في بعض الحالات. يمكن أن يرجع سبب الإفراز الأسود مع عدم نزول الدورة إلى عدة أسباب، لكن في كثير من الأحيان تكون الإفرازات ذات اللون الداكن مجرد علامة على أن خروج الدم من الرحم يستغرق وقتا أطول. كما من الممكن أن تؤدي الاختلالات الهرمونية أيضا إلى ظهور إفرازات باللون الأسود، وعندما تكون هذه الهرمونات غير متوازنة فيمكن أن تسبب تغيرات في سمك بطانة الرحم، مما يؤدي إلى عدم انتظام الدورة ونزول إفرازات غير طبيعية، ويمكن أن يتسبب هذا أيضا في ظهورها باللون الأسود أو البني الداكن. أيضا يمكن أن تكون الإفرازات السوداء علامة على الإجهاض المفقود، والذي يحدث عندما يتوقف الجنين عن النمو في أسابيع الحمل الأولى. إذا كانت الإفرازات السوداء مصاحبة لأعراض أخرى مثل الحكة أو الألم، فقد يكون من الضروري زيارة الطبيب للحصول على التشخيص الصحيح والعلاج المناسب. على سبيل المثال كذلك، إذا كنت تعاني من تأخر الحمل، فقد يكون من الضروري إجراء فحوصات إضافية. وبالتالي إذا ظهرت هذه الحالة لمدة يومين فهي لا تدعو للقلق، وذلك لأنها من الأمور الطبيعية التي تحدث في جسم المرأة. لكن أنصحك باستشارة الطبيب في حال تمت ملاحظتها بعد 7 أيام من الدورة أو أكثر. عندها يجب عليك مراجعة الطبيب في أقرب وقت ممكن للتأكد من عدم وجود مشكلة صحية خطيرة.